لكن احنا لاحظنا انه فعلا، او معرفش هل ده مرتبط بالكوفيد او مرتبط باللقاح ولا لا، بس في ملاحظات ان في زيادة في معدلات التجلط ومعدلات الجلطات حتى في ناس حوالينا. انا هنا بتكلم على أنا زي ما ذكرت لحضرتك، احتماليات التعرض للجلطات بعد الإصابة بالكوفيد أكثر بعشر مرات من احتماليات التعرض للكوفيد بعد التلقيح. يعني برضو الدراسات طبعا كل شوية بيبقى فيه دراسات أكتر عن اللقاح اللي يعني خرج في وقت سريع جدا، فبيتكلم على واحد أنه ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في بريطانيا يشتبه فيها أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي الذي تسبب في تجلط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أيضا انخفاض في الصفائح الدموية، وأن واحد من كل 5 أشخاص عانوا من هذه الحالة أنفسها من الجلطات، ومع ذلك يمكن أن يؤدي بشكل نادر إلى وجود نزف ونزيف في المخ، وده عرض نادر جدا. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم على الفائده التي تحدث من التلقيح تفوق بكثير جدا الاعراض النادره التي قد تحدث. وحضرتك لما بتقولي انه 1 من 5، ده 1 من 5 اللي حصل لهم تجلطات، اللي هم 81 من 5 مليون اللي تم تفعيلهم.